مشاهدينا اهلا بكم. همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. واليوم نتحدث عن الهجره غير الشرعيه، تلك الافه التي تضرب العديد من الدول وعانت منها مصر بشكل كبير، ولكنها ايضا استمرت في جهود قاربت حتى الان 7 سنوات من محاولات الحد من هذه الظاهره وعلاجها بشكل فعال من خلال الوصول للاسباب وتقديم الحلول. وبالفعل في الآونة الأخيرة استطاعت مصر أن تحقق نتائج إيجابية في معدلات الهجرة غير الشرعية والحد منها، وما وصل إلى تقديم الإشادة من خلال الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية في هذا المضمار. والسؤال الذي نطرحه اليوم هو كيف نجحت مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ بعد إشادة الاتحاد الأوروبي كيف نجحت مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي أنا أرغب أن تتواصلوا معنا من خلال بالطبع همزة وصل إي جي في التعبير عن آرائكم المختلفة وأيضا إبراز تجاربكم في هذا المضمار. نحن في انتظاركم بعد هذا الفاصل من المعلومات. اسمحوا لنا أن نبدأ الحوار. معنا عبر الهاتف دكتور خالد حسن. ودكتور خالد حسن نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، معه نبدأ الحوار. أهلا بك يا دكتور خالد. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. مساء النور عليك دكتور خالد. مصر كان ليها سياسة منذ عام 2016 انتهجتها لمعالجة آفة الهجرة غير الشرعية، ماذا ملامح هذه السياسة؟ بالضبط كده، احنا ابتداء من 2016 وضعنا الاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واللي اعتمدت على 4 محاور اساسيه. المحور الاولاني هو المحور المواجهه الامنيه من خلال تامين الحدود الشماليه والغربيه للدوله بما منع خروج مراكب او المتسللين الى الغرب او مراكب الهجره غير الشرعيه من الشمال اتجاه لاوروبا. المحور الثاني كان تغليظ العقوبات والتشريعات والقوانين بما يمنع او يردع المهربين والذين يتعاملون معهم في استجلاب هذه الافراد والاتجار بالبشر. نعم. المحور الثالث كان البحث العلمي، وتم اداء دراسه كبيره لاوضاع الهجره غير الشرعيه في جميع محافظات ومدن مصر، وتم الخروج من خلالها تحديد اهم الاماكن المرسله للمهاجرين غير الشرعيين، وايه هي الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه للمعيشه في هذه المناطق. ثم كان المحور الرابع هو احداث برامج ومشروعات تنمويه في هذه الاماكن بالذات لايجاد فرص عمل ومصادر الرزق للمواطنين، بما يقلل او يلغي فكره الهجره غير الشرعيه من الاشخاص. عظيم. دي الاربع المحاور اللي تعاملت عليهم الدوله بسياسه واضحه في التعامل مع الهجره غير الشرعيه. اي هذه المحاور كان الاكثر فعاليه؟ بالتاكيد الاربع محاور مع بعض بيؤدوا الدور، لكن اكيد في محور كان له الدور الاكبر بشكل حقيقي. بص حضرتك، هو بدون ادنى شك المحور الامني الذي تزامن مع مقاومه الارهاب في سيناء والتسلل الى الحدود المصريه
كان له واقع الاثر الاكبر في الحد بشكل كبير من خروج مراكب غير شرعيه من الشواطئ المصريه او تسريب او تهريب مهاجرين عبر الحدود الغربيه الى ليبيا. ده كان يعني ذا موست افكتيف او يعني الاكثر فاعليه من بين هذه المحاور. لكن لا يمكن اهمال ان هذه المحاور الاربعه متكامله مع بعضها توجد الحل المناسب. فانا لو ضغطت بالحلول الامنيه دون ان اوجد برامج للتنميه، دون ان احدد ما هي الفئات يعني الموجهه بهذه البرامج، دون ان اغرز القوانين والتشريعات على المهربين، كل هذه البرامج كانت مكمله مع بعضها. ولكن فعلا من وجهه نظر حضرتك او اتفق معك انه المحور الامني او المواجهه الامنيه الذي تواكب مع مكافحه الارهاب في سيناء والتهريب المخدرات وخلافه والاسلحه كان هو الاكثر فاعليه في الحد، حتى ان المنظمات الدوليه والاتحاد الاوروبي دائما ما يشيد باستراتيجيه مصر الدوليه في مكافحه الارهاب والاتجار في البشر، واللي حققت نجاحات كبيره ابتداء من سبتمبر 2016 وحتى الان لم تسجل حاله خروج غير شرعي لمراكب عبر الشواطئ المصريه. نعم. دكتور خالد، في هذا الحل الامني هل كانت هناك اتفاقيات مشتركه مع عدد من الدول الاوروبيه اللي بتعاني هي الاخرى من نتائج الهجره غير الشرعيه لعمليه التبادل الامني، التشاور الامني، حد المشكله في مهدها وما شابه؟ سؤال رائع جدا، لان فعلا انا يعني كنا اتكلمنا عن المحاور الاربعه الاستراتيجيه المصريه، فانا احب ان اضيف ليهم محور مهم كده الخامس، وهو ضروره التعاون يعني ما بين الدول المرسله والمستقبله للمهاجرين غير الشرعيين، ان يتم نوع من التعامل والدعم اللوجستي والدعم المادي لهذه الدول، لان معظم الدول الجنوب التي تخرج منها المهاجرين هي دول تعاني من ازمات اقتصاديه، وهؤلاء المهاجرين يتوجهون الى دول متقدمه ذات الوفره، وهم يعني يرغبون في حمايه بلادهم واقتصادهم من موجات متتاليه من المهاجرين غير الشرعيين. فاذا المصالح هنا مشتركه، يجب ان يكون هناك نوع من التعاون والدعم من الدول الاوروبيه وبالذات المطله على البحر المتوسط لمساعده الدول الشمال الافريقي التي تعتبر هي المنبع او المخرج للمهاجرين غير الشرعيين. اللي يحفز على اقامه مثل هذه الاتفاقيات يا دكتور؟ نعم. اللي يحفز على اقامه مثل هذه الاتفاقيات؟ هل هي اتفاقيات بشخصها ولا جزء من اتفاقيات كبيره؟ لا، هو ممكن تكون اتفاقيات ثنائيه ما بين دول وبعضها مثل ما تم ما بين دول اسبانيا والمغرب ودول الاتحاد الاوروبي مع تركيا، ممكن تكون اتفاقيات ثنائيه، او ممكن ان يكون ذلك من خلال مؤتمر كبير في منطقه الهجره في البحر المتوسط يتم فيه تحديد المساعدات والى من توجه ويعني الى اي دوله توجه وما هو شكل هذه المساعدات، هل مساعدات نقديه، مساعدات عينيه، لوجستيه وخلافه. لكن انا يعني اقترح التعاون المستمر والفعال ما بين الدول الاوروبيه ودول الشمال الافريقي ممكن نضيفه كمحور خامس لنجاح اي استراتيجيه لمكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار في البشر في هذه المنطقه. نعم. دكتور خالد، واحد من المحاور الهامه جدا هو تنميه المدن اللي لديها مشاكل في الهجره منها او عدم وجود فرص حياه كريمه بشكل حقيقي فيها، وده كان تبعا لدراسات. هل الدراسات دي كشفت عن اماكن اكثر من غيرها طارده للسكان؟ بالتاكيد الدراسه اللي تمت على مستوى 27 محافظه اوضحت ان هناك 10 محافظات هم الاكثر فقرا، هم الاكثر احتياجا لبرامج التنميه، وليس المحافظات بكاملها، ولكن تم تحديد يعني مراكز وقرى بعينها هي الاكثر ارسالا للمهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي توطين برامج التنميه ذات اصبح لها خريطه لتوطين برامج التنميه، وبالتالي تحقيق برامج التنميه في هذه الاماكن بشكل سريع ممكن ان يخفض بشكل كبير وفعال في حجم الهجره غير الشرعيه او الراغبين في الهجره غير الشرعيه. ولا يخفى على حضرتك ان مشروع زي مشروع المزرعه السمكيه اللي كان في قصر الشيخ وتعتبر اكبر مزرعه سمكيه، هذه المزرعه انشات على ارض كانت هي مرتع للمهاجرين ولمراكب الهجره غير الشرعيه. دكتور، يعني هل ممكن نسمي هذه المحافظات نتعرف عليها علشان نطلع على طبيعه المجهود المبذول فيها اقتصاديا ايضا؟ بص، هم حوالي 6 محافظات من الصعيد واربع او 5 محافظات من الوجه البحري، منهم الفيوم، اسيوط، سوهاج، المنيا، هنا وسوهاج واسيوط والمنيا والفيوم، ثم محافظات
كفر الشيخ والشرقيه والدقهليه والبحيره من الشمال من باقي البحر. هذه المحافظات داخل كل محافظه منها بعض المراكز بعينها وبعض القرى بعينها، يعني مثلا هناك بعض القرى يعني اذا زرتها تجد ان معظم الشباب فيها مهاجرين سواء الى اليونان او الى ايطاليا او خلافه، طب هجره غير شرعيه، والبعض منهم بدا بهجره شرعيه من فتره طويله ممكن من 20 25 سنه. وهؤلاء الاشخاص هم بيعتبروا يعني مراكز الارتكاز للمهاجرين الجدد، يعني بيأتوا اليهم هم اللي بيوفروا لهم الاقامه مع المبيت فرص العمل وهكذا. هم دليلهم الدليل بتاعهم الفوكال بوينت بنسميها يعني او النقطه الاسترشاديه بتاعتهم. لكن ده هل بيكون بالطريق الشرعي ولا بطرق غير شرعيه؟ لا هم هؤلاء المهاجرين قد يكونوا هاجروا من فتره زمنيه سابقه بطرق شرعيه واستقروا وعملوا اعمال هناك، ثم هم دلوقتي بيستقبلوا مهاجرين من اهل بلادهم. طيب زي ما دكتور زي ما في رصد لحالات الغرق في الهجره غير الشرعيه، جرائم نصب وما شابه، هل في رصد لوضعيه المهاجرين غير الشرعيين بعد سنوات، يعني في سنوات لهذه التجربه مع بعض من التواجد على اراضي بعض الدول الاوروبيه، هل في رصد لوضعيتهم حاليا؟ للافراد اللي هم نجحوا في الدخول ولا نجحوا في الدخول باشكال غير مختلف باشكال مختلفه منها الهجره غير الشرعيه؟ حضرتك هو في اخر الدراسات اللي اعدت في هذا المجال اشارت ان في حوالي تقريبا من 1300 1500 غريق سنويا في البحر المتوسط نتيجه للهجره غير الشرعيه. ودولك اللي تم الاستدلال عليهم، يعني فبارك بالاشخاص الاخرين الذين غرقوا ولم يستدل عليهم ولم يعني حد يحس او يعرف اساسا بوجود غرق في هذه المنطقه. دولك ده من الناحيه الاولانيه. من الناحيه الثانيه اللي معظم الافراد الذين وصلوا الى هذه الدول بطريقه غير شرعيه يجدون صعوبه تامه في توفيق اوضاعهم، وبالتالي بيضطروا للاختباء من الشرطه ومن اي اجراءات قانونيه داخل هذه الدول حتى يتم يعني انتهاء من مهمتهم والحصول على الاموال التي اتوا للعمل من اجلها، ثم يعودوا بشكل نهائي او يرجعوا يعودوا الى مصر، يعودوا فتره ثم يعودوا القاره مره ثانيه وهكذا. دكتور هل في تطوير للاستراتيجيه في المرحله المقبله بشكل ثاني؟ اضافه بنود جديده تم اكتشافها، توسيع في اطار بعض البنود وما شابه؟ بص حضرتك هو طبعا المواجهه الامنيه ناجحه جدا، تغليظ القوارير ما زال كويس، انا اعتقد اللي هو البند بتاع التنميه ادراج مشروعات تنمويه بشكل كبير في المناطق الاكثر ارسالا والمناطق الاكثر فقرا، ده هيساعد على زياده الدخل في هذه المناطق، على يعني تغيير وجهه نظر الشباب نحو الهجره غير الشرعيه، مجرد ما يبقى في ايتاء فرص عمل بدخل مناسب يعني تلغي فكره الهجره غير الشرعيه من اذهان الشباب، لانه بيلاقي فرصه عمل جيده. ديت نقطه ثانيه. وبعدين النقطه الاهم كمان الخامسه اللي قلت عليها اللي هي التعاون الدولي المستمر ما بين الدول المرسله والمستقبله للمهاجرين غير الشرعيين بما يحقق نوع من تحقيق منافع للطرفين. نعم. دكتور خالد، يعني واحنا في اطار الحديث عن الهجره غير الشرعيه ومكافحه ليها، هل كانت هناك من قبل الاتحاد الاوروبي وسط الاشاده بدور مصر توصيات هامه تشير الى جهد يجب ان يبذل؟ لا والله، هو اللي حصل اللي هو نموذج يعني دايما يحدده اللي النموذج المصري في مكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر هو نموذج يجب ان يحتذى به من قبل جميع دول الشمال الافريقي، لانها حققت نجاحات كبيره في هذا المجال. وبالتالي زي ما بقول لحضرتك ابتداء من سبتمبر او اكتوبر 2016 لم تسجل حاله خروج لمركب غير شرعيه من الشواطئ المصريه. في مقابل ذلك ما زالت اوروبا تعاني كثيرا من تيارات الهجره غير الشرعيه القادمه اليها من ليبيا ومن الجزائر والمغرب ومن شرق البحر المتوسط. وبالتالي النموذج المصري هو نموذج تطالب الدول الاوروبيه بالاحتذاء به، ولكن يجب ان تكون لها مداخلات لوجستيه وماديه اكثر لضمان استمراريه هذه البرامج وتطويرها والانتفاع بها اكثر واكثر. وضعنا ما بين الدول دول الشمال الافريقي اللي بتعاني من نفس المشكله ايه يا فندم؟ احنا ناقصين دلوقتي، احنا عندنا بقول لحضرتك من 2016 لغايه دلوقتي لم تسجل حاله خروج لمركب غير هجره غير شرعيه، حتى ان المهربين دلوقتي بداوا يتحايروا على هذا الموضوع بارساء
ارسال الافراد اولا الى السودان او الى ليبيا، ثم من هناك يتم نقلهم عبر المتوسط الى اوروبا، لكن ليس هناك خروج لمراكب من الاراضي المصريه اطلاقا. نعم. أنا بشكر حضرتك دكتور خالد حسن نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر حول موضوع حلقة اليوم في همزة وصل. بينضم إلينا للمزيد من الحوار دكتور محمود البدوي، وهو محامي أستاذ محمود البدوي وهو المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود. بخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وأستاذ المشاهدين. دولتنا أصدرت قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي وضع عقوبات مجرمة ورادعة لهذه الجريمة. حضرتك شايف طبيعة هذا الإطار القانوني والتشريعي وقدرته على الردع والحد من هذه الظاهرة كرجل قانون إزاي؟ طيب خليني إن أنا هختلف معاك بس في الطرح، بما إنني رجل قانون وأحترم طبعا القانون ودولة التشريعات، ولكن دعينا نتحدث عن المعالجة الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة بما ساعد على تكثيف المنابع قبل أن ننظر إلى فكرة ده بلا شك يا أستاذ محمود. فكرة إن إحنا بنتعامل مع الأزمة كأزمة ذات بعد اجتماعي في الأساس هو القاعدة اللي بنتعامل عليها، لكن وجود الإطار التشريعي أو القانوني بعد مهم يجب النظر إليه أيضا. أتفق معك، وخليني اقول لحضرتك ان مصر، يعني بقول للناس كلها واتمنى ان هم يعرفوا ان مصر دوله عرفت القوانين وعرفت التشريعات من 2300 سنه قبل الميلاد، يعني عندك ارث قانوني يجاوز ل 4300 سنه من التشريعات والمدنيه والقوانين. الدوله المصريه جنبا الى جنب مع المسار التشريعي الذي غلظ العقوبات وجرم الكثير من اشكال الاتجار بالبشر والهجره غير مشروعه، كمان عندنا قانون 64 سنة 2010، كل أشكال استغلال البشر وكل أشكال استغلالهم في أسوأ أشكال العمالة أو التهريب أو المتاجرة، كل الأمور ديت الدولة المصرية وضعت فيها مسارين، المسار الأول هو مسار إصلاح تشريعي تمثل في عدد من القوانين الرادعة والتي تحقق فكرة الردع العام والردع الخاص لكل من هو على تماس مع هذه الجريمة اللا أخلاقية أو اللا إنسانية، وكذلك المسار الآخر وهو الأهم من وجهة نظر المتواضعة وهو المسار الاجتماعي والمسار الاقتصادي وفكرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي السليم لكثير من الشباب اللي أغرتهم الأحلام والأوهام وسراب الشاطئ الآخر وما كان يقدم إليهم من أوهام، قالت لهم تعالوا هنا على أرض الواقع عندنا في الدولة المصرية بنبني الجمهورية الجديدة، محتاجين كل الأيدي العاملة الفتية والقوية، محتاجينكم معانا، تعالي شوفي حضرتك كمان في المقابل المشاريع الكبيرة والعظيمة اللي بتعملها الدولة المصرية وما تستوعبه من أيادي الشباب بتاعنا، تعالي كمان أحدثك عن العمالة العائدة من دول الصراع اللي جنبنا في الجوار، نسأل الله لهم التعافي، كل دول الدولة المصرية استوعبتهم ووفرت فيهم حياة كريمة ووفرت فيهم فرص عمل، فده هنا كان أحد أشكال تحقيق شمولية الطرح الحقوقي للدولة المصرية، مش مجرد إن إحنا بنتكلم على سن قوانين وانضمام إلى اتفاقيات دولية، ولكن التحدي الأكبر كان للنظام السياسي المصري في تطبيق هذه الأمور على أرض الواقع وجعلها واقع ينعكس بشكل أكثر إيجابية على الشباب وعلى المجتمع ككل، ومن هنا كان الوجاهة في الطرح الحقوقي المصري اللي قدمته الدولة المصرية أو ما حقق شمولية الطرح الحقوقي المصري في كافة المناحي وفي القلب منها معالجة عدد من الظواهر المجتمعية المتجذرة في مجتمعنا اللي كانت بتؤرق الدولة المصرية، وزي ما ضيفك الكريم قال في المداخلة السابقة إن إحنا تقريبا من 2016 مفيش مركب هجرة شرعية واحدة، الأماكن اللي كانت هوت سبوت وكانت نقاط تجمع للمهربين والمراكب الهجرة الغير شرعية أصبحت مزارع سمكية بيشتغل فيها الشباب بتاعنا، فأنا بقول إن الدولة المصرية نجحت نجاح أعتقد إنه من الإمكان تصديره إلى بعض الدول اللي عندها بعد المشكلة بعد المشاكل على ذات الشاكلة تستطيع أن تطبق التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال. نعم. أستاذ محمود، ده لا يعفينا من أن احنا نطلع على طبيعة العقوبة اللي بيقدمها القانون للمرتكب لجريمة الهجرة غير الشرعية. ما هو القانون فيه تدرج بقى طبعا للقوانين، سواء كان يعني في بعض الأوقات ربما تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن أنت النهاردة ما بتتكلمي على الشخص اللي هو بينقل هؤلاء الأشخاص أو بينقل اللي هم راغبي السفر وبيحطهم في ظروف بتحتم عليهم الهلاك، نسب النجاة لا تجاوز 1%، فالنهاردة كمان عندنا في كل حالة وفقا للتدرج
عايزه اعرف ايه الوضع القانوني للشخص اللي بيقوم بالهجره غير الشرعيه حينما يتوجه لدوله من دون الحصول على الاوراق القانونيه بشكل حقيقي، وايه هي طبيعه المعامله اللي بيعاملها؟ خليني اقول لك هنا على فرق ما بين حاجتين حاصلين في دول الاتحاد الاوروبي. لو كان المهاجر الغير شرعي دوت طفل اقل من 18 سنه، هنا الدوله الاوروبيه بتاخد الطفل دوت وبتعمل له اوراق ثبوتيه وبتحطه في احد دور الرعايه وبتقدم له كافه اشكال الرعايه، عشان كل دول الاتحاد الاوروبي تقريبا اعضاء او منضمين للاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل اللي هي السي ار سي. لكن بالنسبه للبالغين ما يتم القبض عليهم، بيتم ترحيلهم مره ثانيه، ولكن طبعا في بعض الاوقات بيحصل ان البعض بيهرب او بيستطيع الهروب، لكن الوضع مختلف بالنسبه للاطفال، لان الاطفال وفقا للاتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل السي ار سي بتكون الدول ديت ملزمه ان هي تقدم لهم الرعايه والدعم وتعمل لهم اوراق ثبوتيه. لكن للاسف الشديد بعد ما بيتم ايداع هؤلاء الاطفال في دور الرعايه والملاحظه وتقديم الدعم ليهم، بيقوموا بالهرب من الدور ديت علشان يشتغلوا في اعمال غير شرعيه، ودوت يمكن رصدناه في اكثر من مره واتكلمنا عليه في اكثر من بيان صحفي او تقرير تحدث عن فكره ضروره ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين الخاصه بمعامله اللاجئين في بعض الدول الاوروبيه عشان نقدر ان احنا نجفف هذه المنابع ونقدر ان احنا نقفل كل الابواب المفتوحه دي. نعم، انا بتفق معك استاذ محمود. استاذ محمود البدوي المحامي بالنقد والدستوريه العليا، شكرا ليك على مداخلتك وما ابديته من وجهه نظر معنا في حلقه اليوم. اسمحوا لنا مشاهدينا ان احنا نطلع على اهم الاراء اللي وردت الينا منكم النهارده. الأستاذ أيمن رمضان، تعاملت مصر من قبل وبعد إشادة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة فاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت في وقف تدفقات الهجرة وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلا عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع. أستاذة ناهد عبد الفتاح، النجاح في مكافحة الهجرة غير الشرعية كان بسبب كتير من الإصلاحات التشريعية والمشروعات القومية ومبادرات منها حياة كريمة وتبطين الترع اللي وفرت الكثير من فرص العمل، كما أن عنصر الأمن والرقابة على الحدود واستخدام الأساليب الحديثة كان سبب في منع كتير من عمليات الهجرة غير الشرعية من الدولة ومن دول أخرى، كما أن صناعة الأمل في مستقبل أحسن للشباب تحسنت في السنوات الماضية مع زيادة التدريب وفرص العمل والإسكان لمختلف الفئات. علاوة على ذلك فهناك عوامل خارجية زي وباء كورونا اللي أغلق كثير من الدول الخارجية خاصة الجاذبة للهجرة غير الشرعية زي أوروبا والصين وأمريكا، وكمان وجود حرب روسيا أو أوجد هجرة غير شرعية منافسة داخل الدول الأوروبية وأمريكا والصين والدول العربية أيضا، وهي هجرة من الدول الجوار لروسيا. الاستقرار الأمني اللي بتشهده مصر عامل كبير في استقرار رأس المال وسوق العمل رغم كثير من الأزمات العالمية. أستاذ محمود الضوي، برأيي بعد إشادة الاتحاد الأوروبي نجحت مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعوامل الإنسانية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية تحت مبدأ المسؤولية التامة والرعاية من الرئيس والدولة، بعمل عملية جراحية كبرى مزمنة في الدولة المصرية على مستوى على كل الأصعدة وعلى كل الجبهات وفي كل المجالات، فوضعت الدولة خريطة طريق المستقبل على أسس ومبادئ لتحقيق التنمية المستدامة لبناء مصر الحديثة بأحدث النظم العالمية وإعادة بناء شعب مصر مرة أخرى ولتحقيق التنمية المستدامة بمصارعة الزمن وسرعة الصاروخ وأرقام قياسية في كل المجالات في المشاريع القومية في التنمية والتعمير والبناء والصحة والتعليم والزراعة والصناعة والطرق والكباري، مشاريع عملاقة، توفير فرص عمل، وقف الهجرة غير الشرعية. ده كان آخر تعليق. هنرجع مرة لحوارنا، هذه المرة سينضم إلينا دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. إحنا عارفين إن في بيئات طاردة وبيئات جذبة، ده من الدراسات الاجتماعية وإحنا أطفال، لكن إيه اللي يحكم البيئة الطاردة إنها تكون طاردة في بعض التوقيتات ثم تتحسن زي الوقت اللي إحنا عايشين؟ يعني خلينا نؤكد على إنه ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من الظواهر
والأزمات والمشكلات المزمنة لدى الشعب المصري، نعلم جيدا أن الظاهرة كانت لها يعني امتداد للصعود، بدأ من يعني بداية الألفية الثالثة، يعني وخاصة بعد أحداث 2001 بدأت الظاهرة يعني يتحط عليها سبوت إعلامي، على الرغم أنها كانت بتسبق ذلك بكثير، لكن دول الاستقبال اللي هي الدول الأوروبية التي كانت تستقبل دكتور محمد هذه الظاهرة تؤكد على أن هذه الظاهرة بدأت يعني في التصاعد. ظلت مصر تعاني كثيرا نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وخاصة في الريف المصري. دكتور، هل سوء الأوضاع الاقتصادية فقط اللي بيكون السبب في عملية الهجرة، أم أن هناك أيضا أسباب أخرى تضاف لفكرة السبب الاقتصادي؟ يعني خلينا نؤكد في الحالة المصرية كان يعني طبعا في أسباب أخرى بالنسبة للدول الأخرى، لكن أنا بتكلم على الحالة المصرية. الحالة يعني نعم طيب دكتور، هو انا بعاني من صعوبه التقاط الصوت، فيعني ارجو ان حضرتك تتخير موضع حسن في التقاط الشبكه حتى يستسهل عمليه الاتصال قليلا. دكتور محمد، هل انت معي؟ طيب، انا كنت بتحدث مع دكتور محمد سيد احمد، استاذ الاجتماع السياسي، على فكره البيئات الطارده والبيئات الجاذبه، وهل العنصر الاقتصادي هو الاساس في البيئه الطارده والبيئه الجاذبه، ام ان هناك عناصر اخرى. دكتور محمد اكد ان الفكره الاقتصاديه كانت الاساس في الحاله المصريه، وان هناك حالات اخرى مختلفه بتكون فيها البيئه طارده لاسباب مختلفه غير العنصر الاقتصادي اللي اشتغلت عليه مصر بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضيه، 6 سنوات الماضيه، واضافت اليه اطار تشريعي متماسك، وبالتالي كانت النتيجه في انحسار هذه الظاهره بشكل كبير. التعامل مع هذه الظاهره في التوقيت القادم، هو ده السؤال اللي احنا من المفترض نطرحه. هل من الممكن ان تعود هذه الظاهره مره اخرى؟ ازاي نحاول ان احنا نسيطر عليها؟ هناك ايضا حلم لدى البعض بفكره الانتقال لمجتمع اخر، انتقال لمجتمع مختلف كليات عن المجتمع اللي هو عايش فيه، فهل ده ممكن يكون واحد من الأسباب اللي بيبحث عنها الشباب في عملية الهجرة غير الشرعية؟ ده اللي احنا ممكن نرجع تاني نسأله الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ الاجتماع السياسي، لو كان قد انضم إلينا مرة أخرى. دكتور محمد، أنت معي؟ مع حضرتك. طيب، أنا كنت بتحدث في الوقت اللي حضرتك يعني غبت فيه عن فكرة هل ممكن يكون وهم تحقيق النجاح في مكان أكثر اختلافا، أكثر قبولا لفتح الأفكار، واحد من أسباب الهجرة غير الشرعية في المرحلة القادمة اللي ممكن نواجهها؟ يعني أنا كان عندي دراسة مهمة جدا في 2008، يعني منذ تقريبا ما يقرب من 15 عام، حوالين الهجرة غير الشرعية بين حلم الشمال والموت غرقا. نعم. وبالفعل كان كثير من يعني أبناء الشعب المصري من الريف المصري الذين يعانون من أوضاع اقتصادية متدنية كانوا يحلمون ب يعني فرص الثراء عبر الهجرة إلى دول الشمال، وخاصة يعني فرنسا وإيطاليا واليونان باعتبارها الدول الجاذبة من يعني دول الشمال أو دول شمال البحر المتوسط. للأسف الشديد يعني كانت السياسات فيما يتعلق بسياسات الدولة تجاه الريف المصري في إهمال شديد، وفي إهمال أدى إلى تزايد أعداد يعني المهاجرين غير الشرعيين، لدرجة أنه في بعض الأحيان كانت قرى بأكملها يعني بيهاجر بعض أبنائها وبعض شبابها إلى أوروبا هجرة غير شرعية. في الفترة الأخيرة مصر يعني انتبهت وبدأت بالفعل يعني مع الجمهورية الجديدة ومنذ 2014 يعني تتجه سياسات الدولة لمواجهة الظاهرة بطريقتين. الطريقة المباشرة التعامل مع يعني الظاهرة بشكل مباشر عبر توعية حقيقية، عبر يعني حديث مباشر مع الشباب، الاهتمام بالشباب. لكن خلينا نؤكد انه الوضع الغير مباشر او المواجهه الغير مباشره عبر مشروعات تنمويه حقيقيه، ولعل مشروع يعني تنميه الريف المصري بشكل كبير اعتقد انه دخل في اهتمامات
يعني حياة كريمة مثلا، يعني اهتمام مباشر من رأس الدولة، من قمة الدولة، مؤسسة الرئاسة والسيد الرئيس يتجهوا بمشروع لتنمية البشر داخل الريف المصري، وليس تنمية يعني الريف فقط، ولكن تنمية البشر داخل الريف، والاهتمام بتوفير فرص عمل عبر المشروعات القومية المتعددة. كل ده بالفعل نجح من خلاله في الحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة انه يعني انا شفت في التعليقات وحضرتك بتقدمي بعض التعليقات من بعض يعني الرسائل التي ارسلت، انه المسألة نتيجة كورونا والاغلاق في بعض الدول والخوف من بعض الدول، هذا ليس سببا يعني جوهريا. السبب الجوهري مصر واجهت الظاهرة فيما قبل هذا التاريخ، يعني ما قبل ظهور كورونا في 2020، احنا مصر من 2014 بدأت، وفي 2017 كانت كل المؤسسات الدولية قد أكدت ان مصر بالفعل استطاعت ان تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونجحت في هذا. وبالتالي انا بشوف انه سياسات الدولة المصرية والسياسات التنموية والمشروعات التنموية الحقيقية، لأنه السبب الاقتصادي أو العامل الاقتصادي كان هو العامل الرئيسي في الهجرة غير الشرعية بالنسبة للشباب المصري، وليست أسباب أخرى مثل الحروب والنزاعات في بعض الدول قد تكون سبب لأسباب الهجرة غير الشرعية. لكن في مصر الوضع كان مختلف، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدنية كانت سببا رئيسيا في تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية. دكتور، هل في دراسات في العوام الست السابقة أجريت على هذه الظاهرة حول فكرة تغير الاتجاهات؟ طبعا في دراسات كتيرة حوالين ده، وأنا بأؤكد لحضرتك أنه بالفعل يعني ما حدث خلال الفترة الماضية هو تغير جذري في اتجاهات الشباب المصري، خاصة حين يجد الشباب الأمل. الشباب متى يفكر في الهجرة، يعني وخاصة الهجرة غير الشرعية، لأنها هجرة تؤدي أو قد يعني قد يدفع ثمنها حياته. يعني أنا أعتقد أنه يعني الهجرة غير الشرعية هي شكل من أشكال اليأس لدى الشباب. الشباب يلجأ إليها في محاولة يائسة حتى التخلص من حياته إن لم ينجح في يعني الهجرة وتحقيق حلم الثراء. أنا بأؤكد لحضرتك أنه الاتجاهات تغيرت إلى حد كبير لدى الشباب المصري نتيجة وجود يعني أمل في المستقبل، في بالفعل مشروعات قومية كبيرة يعني بتشجع الشباب، في اهتمام بالشباب، في تمكين اجتماعي واقتصادي للشباب بشكل كبير. شايفين الشباب في مواقع المسؤولية، شايفين الشباب اهتمام الرئيس ومؤسسة الرئاسة بالشباب كبير جدا، في مؤتمرات للشباب، في انفتاح على العالم. أنا أعتقد ده كله شجع كثير من الشباب المصري للتمسك بالتراب الوطني والتمسك بمصر والجلوس بمصر ومحاولة الانطلاق من هنا وليس الانطلاق من الخارج. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور محمد سيد أحمد أستاذ الاجتماع السياسي على هذه المداخلة ومقدمته من وجهة نظر معنا في موضوع حلقة اليوم حول تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللي بنتمنى أنها تمتد وتكون أكثر تأثيرا بالمزيد من النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة للحفاظ على ثروة مصر البشرية على أرضها. مشاهدينا، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من همزة وصل. غدا إن شاء الله قبل هذا الموعد بساعة تقريبا لقاء جديد وهمزة وصل جديد. شكرا لكم.